فضيلة الشيخ عطية، وماذا عن الأسس الصحيحة لاختيار الزوجة كما أمر الإسلام؟ وما معنى حديث إياكم وخضراء الدمن؟ للناس مقاييس في اختيار الزوجة التي تحقق له أهداف الزواج وأهداف تكوين الأسرة. فمنهم من يختار الزوجة الجميلة من أجل كمال متعته، ومنهم من يختارها غنية يساعده على أن يعيش مترفا غنيا، ومنهم من يريدها ذات حسب ونسب ليفخر بحسبها ونسبها، ومنهم من يختارها عصرية متمدينة يزهى بها في المجتمعات، ومنهم غير ذلك دون اهتمام بالدين والخلق. الإسلام وضع المقياس الصحيح للزواج الناجح بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين شربت يداك. فذات الدين لها عقيدة قوية تخشى بها الله ولا تفرط في واجباتها نحو الله ونحو الأسرة، وتصون شرفها وشرف زوجها وترعى ما له بأمانة. والذي لا يقدر الدين والخلق في الزوجة لا يحس بالسكن والمودة والرحمة، كما جاء في القرآن الكريم قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال فيما رواه النسائي وأحمد وأبو داود: خير نسائكم من إذا نظرت إليها سرت، وإن أمرتها أطاعت، وإن غبت عنها حفظت. وإلى جانب الدين والخلق في المرأة، حبب الإسلام فيها أن تكون على دراية بحقوق الزوجية وإدارة المنزل، وأن تكون كريمة الأصل تستحي أن تفعل نقيصة من نقائص، وتورث أولادها ما ورثته عن أصولها الكريمة، لأن العرق دساس كما في القول المأثور، وأن تكون ولودا ليتم مقصود النكاح، وذلك بمعرفة أصولها من هذه الناحية، فهي في الغالب مثلهم. كما يحبب الإسلام اختيار البكر ليتمكن الحب ويتم الأنس. ففي الحديث الذي رواه الطبراني وابن ماجه: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، ما لم تكن هناك ميزة في السيد. فقد روى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جابرا لما تزوج سيبا دون البكر، سأله عن السبب فقال: إن أباه أصيب يوم أحد وترك له سبعا، فتزوجت امرأة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبت إن شاء الله. كما يستحب مع الخلق والدين أن تكون جميلة نوعا، وللناس مقاييس مختلفة في الجمال. ومن أجل أهمية الجمال أباح الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أمر من يريد الزواج أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها على الأقل. كما يستحب أن تكون خفيفة المهر، ففي حديث شريف رواه ابن حبان: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. كما يستحب ألا تكون قريبة قرابة قوية، كما في الأثر الموقوف على عمر أو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا أي هزيلا. أما حديث إياكم وخضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء، فهو حديث ضعيف، كما قال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، لكن معناه صحيح.
ينهى عن اغترار الإنسان بجمال المرأة دون الاهتمام بمعرفة أصولها وأخلاقها، فالدمن هي ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأرواثها في مرابطها، وربما ينبت فيها نبات حسن نظير. والله أعلم.